جيب المواطنين لن يمس وفكرة ليست واردة، وملف ترشيد الدعوم لم يفتح منذ تسلمها حقيبة وزارة المالية. هذا ما أكدته وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل خلال مداخلتها في جلسة مجلس الأمة التكميلية الأسبوع الماضي. أؤكد أن جيب المواطن لن يمس، هذا للتأكيد، أنا ما كان عندي أي تصريح في هذا الجانب، هذا رقم واحد. فيما يخص الصناديق السيادية، فالصناديق السيادية متينة ولله الحمد، والاقتصاد الكويتي متين. أما فيما يخص أرقام الميزانية، طبيعتها دائما أرقام الميزانية تقديرية وعجز الميزانية تقديري. الوزيرة العقيل أشارت إلى أن عجز الموازنة للسنة المالية المقبلة 2020-2021 يبقى عجزا تقديريا، وهو خاضع للتغيير في حال ارتفع إجمالي الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة نتيجة ارتفاع سعر بيع برميل النفط وارتفاع كمية الإنتاج. ميزانية الدولة ميزانية مقدرة وتحتوي على أرقام مقدرة بمصروفات مقدرة، إيرادات مقدرة وعجز مقدر، الكلام هذا صحيح. الحالة المالية للدولة مفهوم مختلف، هي عبارة عن كل ما تملكه الدولة من إيرادات وأيضا صناديق سيادية، بالذات بالضبط ما نملكه أيضا في الاحتياطي الخاص للأجيال القادمة، فهذا مفهوم وهذا مفهوم. وعندما نتكلم عن عجز في الميزانية فإحنا نتكلم عن عجز في عدم قدرتنا على الإيفاء بالتزاماتنا ومصروفاتنا بما يقابلها من إيرادات ندخلها خلال نفس السنة. وفيما يخص ملف تخفيض الأجور والمرتبات، أكدت الوزيرة العقيل في وقت سابق أن هذا التوجه ليس موجودا على الأجندة الحكومية، وكل ما هو مطروح هو قانون إصلاح الأجور في القطاع العام أو ما يعرف بالبديل الاستراتيجي. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.